السلام عليكم. انهيار وصدمة الإعلام الجزائري بسبب ما حدث للمنتخب المغربي للسيدات في مقر تدريباته صباح اليوم بالجزائر، والكاف يدخل على الخط. لن تصدق ما حدث. ولكن قبل البدء، إذا كنت تتفق معي أن الجزائر شعب همجي، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. قبل المباراة الهامة والمرتقبة للمنتخب المغربي للسيدات مع نظيره الجزائري والتي ستقام غدا بمشيئة الله تعالى، فقد نقلت شبكة أفريكا سبورت أنه خلال استعداد المنتخب المغربي النسوي صباح اليوم لمباراته الهامة أمام المنتخب الجزائري للسيدات، فقد سمح المسؤولين الجزائريين المختصين بحماية ملعب المنتخب المغربي للسيدات بفتحه للكلاب من أجل تخويف لاعبات المنتخب المغربي أثناء التدريبات، مما اضطر المدير الفني للمنتخب المغربي للسيدات يونس ربيع إنهاء التدريب فورا خوفا على لاعبات المنتخب الذي دخل الرعب في أنفسهن بسبب هذا المشهد المؤسف. فقد دخل على الخط رئيس الكاف موتسيبي وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة أفريكا سبورت منذ قليل، وقال: نحن نتابع ما يحدث للمنتخب المغربي النسوي قبل مباراته مع المنتخب الجزائري. المنتخب المغربي النسوي يتعرض لمناوشات في الجزائر، ويجب علينا حمايتهم قبل فوات الأوان، ونحن طلبنا من السلطات الجزائرية حماية ملعب المباراة ب3000 شرطي من أجل منع أي اعتداء على لاعبات المنتخب المغربي مثل ما حدث مع لاعبي نهضة بركان سابقا. فبعد هذه المباراة يقوم الكاف بإصدار العقوبات اللازمة على الاتحاد الجزائري لكرة القدم لكي تكون عبرة لغيرها، مما تسبب في صدمة وجنون داخل الإعلام الجزائري بعد هذه الواقعة. وفي النهاية شاركونا رأيكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا ليصلكم جديدنا.